هنعمل شويه برجر زي ما الكتاب بيقول، يعني لا هندخل فول صويا ولا هندخل موفرات ولا هندخل اي حاجه. مش انتوا عايزين تاكلوا اكل بره؟ مش انتوا عايزين تخشوا المطعم تقعدوا على الترابيزه كده تدفعوا الشيء الفلاني؟ انتوا هتقعدوا النهارده على ترابيزه السفره من غير ما تدفعوا الشيء الفلاني. انا عايزاكم تقعدوا معانا قعده عرب، لانكم هتحكموا ما بيني وبين ابني النهارده. يرضيكوا ابني يخرج هو وصحابه ياكلوا برجر بالشيء الفلاني؟ طب والنبي يرضي ربنا. انا لما حصل لي الموقف ده انا ما رضيتش ازعله خالص ولا اعترض ولا اعاقبه على المبلغ اللي اتسرق، بس قلت لا، ده انا تاني يوم هحرق دم واكل الاسره كلها بنص ما تكلف هو اكله البرجر بره. هنتكلف ايه؟ هنتكلف كيلو لحمه مفرومه، عندنا كوبايه كاتشب هناخد نصها، وعندنا توم بودره وبصل بودره وشويه معطرات من البيت عندك. نسمي بسم الله ونروح على الكبه، نسمي بسم الله ونروح على الكبه. قبل ما نروح بقى على الكبه، وليه كبه وليه مش مكسناه بايدينا، بصي يا ست البنات، اللحمه المفرومه خشنه، البرجر لما تيجي تاكليه ما يفريش في بقك، يبقى حاجه بتلت كده عامل زي ايه؟ زي الكفته. فعشان اوصل ان اللحمه بتاعتي تبقى ناعمه لازم اديها كبه شويه، اولا هتنعم، ثانيا ان هي هتتجانس بكل الايه الاضافات اللي انا هضيفها. هنسمي بسم الله وننزل بحته اللحمه بتاعتنا اللي قدرنا عليه ربنا، اللهم صل على النبي. طبعا اوعي تنسي وتروحي مني من حته الدهنه، اللحمه عندي هنا حمراء، هنزل ب 150 جرام دلوقتي دهن مفروم. دول 150 جرام دهن مفروم، بسم الله. اللي هيسكر البرجر عندي كده ويخليه جوسي، ولما اجي اقطم القطمه كده الاقي حاجات بتنزل في بقي كده من حيث لا اعلم، الكاتشب يا جماعه. احط قد ايه؟ انا بصراحه انا في البيت عندي ممكن احط كوبايه الا ربع. اللهم صل على النبي. تعالي بقى نديله اضافات كده حلوه تخليه زغرت كده وريحته تهفف، واللي عزم صحابه بره يجيب صحابه يجي ياكلوا معايا النهارده. عندي معلقه كبيره قوي توم بودره اهو، وعندي برده معلقه كبيره قوي بصل بودره. بصوا يا جماعه، انا هنا مش هحط لا توم صحيح ولا بصل صحيح خالص في الوصفه، انا عايزه اللحمه لحمه، بمعنى ان ده البرجر الامريكي اللي احنا بنسمع عنه. معلقه صغيره فلفل اسمر، والملح بقى اللي انت تحبيه، بسم الله. اظبطي الملح هنا بس ما تحدقيش لانه لسه هيستوي فهيخس شويه، فالملح بتاعك هيزيد، فحاولي تحاولي الملح يبقى مظبوط. حلو قوي، يلا نسمي بسم الله ونفرم كل الكلام الحلو ده. بصوا بقى يا جماعه فايده اللي انا عملته في الكبه، تعالي خلايا اللحمه نعمت قوي، فلما تيجي حته البرجر كده تلاقيها ماسكه نفسها، تشيلها من الجريل توديها للجيران توديها على السطوح، فهي ايه في الاخر ماسكه نفسها مش تفري معاكي. بصي ناعمه ازاي، وكل الحاجات اللي انت حطيتيها اتجانست مع بعض بقت زي الفل. تعالوا بقى نعمل مع بعض البرجر ونسويه. تعالي بقى موريكي كميه اللحمه اللي احنا عملناها، الدهنه اللي احنا حطيناها برضو على اللحمه، الكاتشب بتاعنا مديها ريحه حلوه ومديها لون احلى غير الطعم اللي هيديهولها كمان في الخلطه. هنا عندك اختيارات كتيرة، ممكن تعملي البرجر كده، ممكن تضيفي عليه شوية بقدونس متقطعين ناعم، يعني قيمة نص حزمة دي بتاعتك، ممكن تضيفي عليه برنواز صغير قوي من الفلفل الأصفر أو الأحمر يديله شكل والقرص كده يطلع بيضحك، المهم إن أنت عندك اللحمة، ضحكيها بالأحمر ضحكيها بالأخضر دي حاجة ترجع لك. يلا نسمي بسم الله بقى ونعمل البرجر بتاعنا. أنا هنا جايبة بولتين عشان هعمل نص بيضحك ونص بيضحك، تمام؟ لكن عندي البصامه دي او المكبس بتاع البرجر، انت ما عندكيش هتجيبي غطا برطمان والله العظيم هتحطي فيه كيس وتعملي شكل البرجر اللي احنا متعودين عليه، ما عندناش مشاكل خالص. خلاص بنحط الكيس بتاعنا هنا ليه؟ عشان ما تلزقش معانا وتضايقنا وتخنقنا. انا عملت ايه دلوقتي؟ قسمت اللحمه على نصين، نص هنديله حبه بقى، بصوا قد ايه؟ تطعيمه كده ليه؟ شكلها يبقى بيضحك كده، وهنا هنديها شويه فلفل احمر برنواز ايه ناعم كده، وقلبي بقى ده كده، مكسيه كده في بعضه اهو، اللهم صل على النبي. وهتروحي جايبه ده برده كده وتمكسيه في بعضه، تغيير عشان خاطر نغلب اللي خد صحابه عزمهم بره. تعالي بقى ناخد اول واحد من ده ونعمل بقى ايه الشكل التقليدي بتاع البرجر بتاعنا، بسم الله. خدي حته مشبعه، بصي غزيه، انا عايزاه
ما ياكلش بره تاني خالص، غذيه كده. هناخد حته حوالي عن 150 جرام بس. انا كده بسويها واخد الشكل التقليدي بتاع البرجر بتاعي. اللهم صل على النبي. اتني الكيس كده واروح كبسه اهو. ما عندكيش مكبس زي ما قلت لك يا ست البنات، غطا برطمان. ما عندكيش غطا برطمان، كعواري كعواري، وبطاطي بطاطي، وعلى قلية اقلي على طول. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ هبقى مطلع البرجر بتاعنا. برجر ده النبي، برجر ده برجر وبرجر برجر برجر، ثلاثة برجر. اللهم صل على النبي. تعالي اما افرحك واوريكي كيلو اللحمه هيعزم جدين. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني 12 قطعة برجر. يعني هتاكلي وتأكلي أسرتك وتأكلي الجيران، وممكن تخزني في الفريزر كمان. تعالوا بقى نشوف الأشكال الحلوة، الأخضر والأحمر عامل شغل. بص قبل بروح منكم، تعالوا بقى شوفوا الفتافيت بتاعة البقدونس بتفرق إزاي، بجد بتخلي قطعة البرجر بتضحك يا جماعة. حاجات بسيطة جدا. تعالي بقى شوفي اللي بتضحك أكتر، اللي فيها برنواز فلفل احمر، ممكن تحطي اصفر، ممكن تحطي اخضر، براحتك خالص. تفاصيل صغيره جدا بس بتبقى حلوه. تعالي بقى نروح على احلى جريل النهارده، لان اليوم فعلا مستاهل. النهارده سندوتشات برجر متكلفه ومن الاخر. بسم الله. امي لما كانت تعمل اكله وهي مبسوطه كده تقول عني ما حد حوش، وانا النهارده بقول ايه؟ عني ما حد حوش. هسيب شويه بس الزيت ايه يسيحوا كده، يعني حوالي عن 3 معالق كده. بسم الله. الجريل يسخن عشان اول ما تنزل تعمل تش، لما تنزل تش احس ان تعبي كله ما راحش على الفاضي. هنشيل قطع حلوه كده وننزل بقى في الجريل ونسمع احلى تش. بسم الله. ممكن تحط اتنين تلاته مره واحده على فكره. الله، بس ثبتيها ما تحركهاش دلوقتي. تعالي نحط حته احمره. الله، سيبيه بقى ياخد راحته خالص عشان ما ايه ما يتهريش مني. تعالوا بقى نقلب اول واحده كده. بسم الله. الله، خدنا تحميره حلوه كده. وتعالي نقلب اختها على طول وراها. النار هنا شديده يا جماعه مش هاديه. لاحظ ان هنا متماسك ازاي. بصي توديها شمال توديها يمين، هو متماسك ليه؟ عشان فرمناه في الكبه تاني. انا النهارده حاسه ان انا في معركه، تحدي اكون او لا اكون. انا عايزه اعمل السندوتشات بالظبط احلى من بره، فلازم اعمل لها مايونيز. وفي البيت كمان هعمل المايونيز ازاي؟ هحتاج بياض اتنين بيضه. بسم الله. في الخلاط بياض اتنين بيضه في الخلاط عشان يبقوا اتنين بيضه بالظبط اهم. ما شاء الله. بصي بقى نقطتين ليمونه، يعني هتمسكي نص الليمونه هتعملي تك تك وخلاص على كده. نقطتين عصير ليمون. بسم الله. يا تك كمان تك زياده يعني. بصي نقطتين خل بالظبط. الخل هنا بيبيضه بيفتح لونه وبيضيع اي ريحه زفاره. ما شاء الله. نقطه نقطه، حلو قوي كده. ذره ملح، يعني رشه صغيره قوي لانه بيحدق منك، يعني حوالي عن ربع معلقه بس من الملح. وضربايه صغيره كده. هنقفل الخلاط بتاعنا وشيلنا البق بتاعه. كمان ضربايه، حلو قوي. تعالوا بقى نضيف الزيت بتاعنا. تعالي بقى نضيف الزيت بتاعنا. انت عندك هنا فوهة الخلاط شلنا دي، وده مهم جدا. بتجيبي الازازه بتاعتك يبقى فيها مصب او كوبايه ليها بوز كده. ليه؟ بصي تعالي عندي عشان اقول لك ليه. لو احنا فضينا الزيت كله مش هيربط معاك، هياخد زيت كتير جدا وياخد وقت اكتر. لو نزل الزيت سرسوب هياخد كميه زيت اقل ووقت اقل. هنشغل الخلاط وننزل عشان الخلاط بتاعنا متنرفز شويه عشان مش هتسمعوني. هننزل بالزيت بتاعنا سرسوب لحد ما يربط معانا. وفي نقطه مهمه جدا هقولها لكم بعد ما يهدى الخلاط. اول ما الحاج صوته يتخن كده
واعراض الشيخوخه تبان عليه تعرف ان المايونيز بتاعك ايه ربط خلاص. فانا حاسه ان هو ربط، هديله بس نص معلقه زيت كمان واتاكد منه. بسم الله اهو سامعين. لا لا هو مش عايز زيت، هو عايز يسكت، هو ربط ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب في نقطه هقول لك عليها دلوقتي، عمر المايونيز ما يربط منك لو عندك الزيت بتاعك مستعمل. يعني قالتي في بطاطس، قالتي في حد، لا الزيت من الازازه على المايونيز عشان يربط معاك، ولا جبنه تربط ولا مايونيز يربط معاك. نسمي بسم الله بقى ونشوف المايونيز بتاعنا اخبروا ايه. تعالي بقى، احلى مايونيز في الدنيا، بس ما يقعدش عندك في الثلاجه، لان البيض ما ينفعش يتركن عندك في الثلاجه، ما فيهوش مواد حافظه، فعلى طول تعمليه تاكليه. بسم الله، ما هنش عليا اقدم المايونيز من غير ما اوريه لكم. بصي بسم الله اللهم صل على النبي. بصي البنات حاجه كده، مش ولا تقولي بقى فلان ولا علان ولا نروح نجيب البرطمان من بالشيء الفلاني من السوبر ماركت ويقول لك المايونيز غالي وتحسي ان الدنيا خلصت. انت بتعمليه في البيت اهو زي الفل، لسه فيه البتاع، هنحطه في البتاع ده بس للبتاع خلاص، ونقدمه كده بشكل حلو. وممكن كمان نديله كده قبل ما نور تتدخل، هبص هترخم عليه يقول لا يا استاذه لا يا استاذه. خلصنا الوصفه بتاعتنا، بس في تركايه بسيطه لازم اقول لكم عليها. ما حدش سال نفسه ليه لما بنعمل البرجر في البيت بيكش، عشان هو ما فيهوش فول صويا، ما فيهوش اي مكسبات تانية غير اللحمه، فلازم يكش. طيب لو انا مش عايزاه يكش ومش عايزاه ينزل الدهون بتاعته في التحمير او في القليه، هحط له معلقتين نشا، معلقتين نشا في الخلطه لو انا عايزه يحتفظ بالدهن بتاعه وما يكشش قوي. دي نقطه. النقطه الثانيه، ممكن قبل ما احمر البرجر في الطاسه او في الجريل اروح ايه مشمسه العيش بتاعي كده بس، يعني اترك اترك بس، دي ما بحبهاش، بحس ان هو بينشف. لا انا كفايه عليا طعم البرجر ان انا ايه اشبع بطعمه كده، والعيش بتاعي يبقى طازه كده وطري وجوسي وجميل. هنجيب بقى العيش بتاعنا الحلو، انا صارفه النهارده ومكلفه من وقتكم تحدي، دي قضيه النهارده. وهنعمل ايه؟ بصوا المايونيز اللي احنا شقينا فيه اهو بسم الله، هنجيب معلقه حلوه كده ونحطها كده في قلب الساندوتش ونعمل كده. محدش هياكل ساندوتش ده غير اهو، قشطه يا حلو، وتركني المعلقه دي على جنب. عندك بقى حلقات طماطم اوك، عندك بصل تمام، عايزه تشوحي بصلك كده في الجريل مفيش مشكله. هناخد بص البصل متقطع رفيع ازاي، ممكن تحطيه في حبه خل لو انت ما بتحبيش نكهه البصل قوي. هنحط كده كده معلش وكمان كده، وتعالوا بقى شريحه الطماطم بتاعتنا نحطها كده حسب ما انت عايزه بقى خلاص. وتجيبي قطعه البرجر بتاعتك الجميله دي الجوسي اللي العصاره فيها بصراحه مغريه وتحطيها كده. نحط بقى الجبنه كده عشان نكمل الوصفه بتاعتنا، ميبقاش عندهم حجه ابدا. السلام السلام يا حرحر اهو، الام المصريه لما بتبدع اهو يا جماعه. بصوا وممكن كمان ابدع ابداع مخالف، اديها كاتشب من فوق كده الله يا جمالك يا حرحر. ونروح بقى حاطين ايه السانكوتش بتاعنا كده ونبيعه للعيال عادي، ممكن تتاجري معاهم مفيش مشكله. مش هما بيسيبوا الاكل البيت ياكلوا بره، بعيلهم انت بقى. بسم الله تعالوا بقى نعمل ايه سانكوتش تاني، برضو نفس البدايه، بدانا بالمايونيز. هنجيب بقى الخس الجميل اللي مجننهم ده اهو بسم الله، ونحطه كده بشكل حلو. والله طول عمرنا عارفينه ان هو خاص، دلوقتي بقى اسمه بطافيا. ايه بطافيا دي؟ معرفش، تحس ان الخاص معوق شويه. خلاص ابتدي اهو احط بقى حلقات البصلات بتاعتي. بصوا البصل متقطع رفيع عشان برضو ما يبقاش رخم في الاكل يا جمالك يا حرحر. ونحط كمان ايه قطعه طماطم، ونجيب احلى واحده بقى هنا اهي يا جمالك يا حرحر، ونديها ايه كاتشب. ننزل برضو بالجبنه بتاعتنا الحلوه كده فوق الايه الكاتشب، وتلزق في اللحمه، ونبتدي بقى ايه نحط لها بقيه الرغيف بتاعها. نقفلها تقفيل حلو كده اهو عسل. خلصي بقى كل سندوتشاتك، وبعد كده اللي يعوز يسخن. طبعا انتوا اكيد مبسوطين زي ما انا مبسوطه. بصوا انا لا همني البرجر ولا العيش اللي انا مكلفه ولا الجبن ولا الحاجات دي، كل اللي انا قعدت احسبه ده اتكلف كام وبره بيتباع كام. بسأل الولاد اللي حواليا، طبعا ابني المحظوظه اللي عزم صحابه وهرب ده مفيش مشكله منه، سعره مختلف خالص وخرافي.
بسأل الولاد قالوا احنا ممكن ناكل ساندوتش البرجر، بس البرجرية جد كده، قلت والنبي اللي حط تاني، قلت والنبي اللي حط اتنين في الساندوتش عشان تبقى البرجرية بتاعتي قد كده. تكلفته كام يا ولاد؟ قالوا لي بناكل الساندوتش ب 80 جنيه ده من الشارع. شوفي بقى احنا عملنا بكيلو لحمة وشوية اضافات قد ايه، يعني ال 560 جنيه دول كل القصة دي مش هتجيب لك حوالي عن 250 جنيه او 260 جنيه، هتبقى عملتي فرح برجر، اكلتي حبايبك وبسطتيهم وعملتي سفرة من الاخر. يا رب الوصفة بتاعتنا تبقى عجبتكم، كل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل واسرار الاسرار قلناها في الوصفة دي عشان مفيش اي حاجة تهرب منك كده ولا كده. يا رب الوصفة تبقى عجباكم، تقدروا تطبقوها وتاكلوها، وانتوا بتاكلوها تدعونا واقول لكم احلى كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.